اتسعت خارطة الفيضانات العارمة التي تضرب العالم والتي تسببت في خسائر فادحة للعديد من البلدان من جراء حالة التغير المناخي والتي أحدثت كل تلك الكوارث حول العالم. الصين التي تضررت بنسبة كبيرة من الفيضانات التي ضربتها مؤخرا خصصت نحو 27.86 مليون دولار أمريكي لدعم بعض المناطق المتضررة من الأعاصير والفيضانات. وأوضحت وزارة المالية الصينية أن الدعم تم تخصيصه للمقاطعات التي تضررت من تلك الفيضانات لإعادة توطين السكان والقضاء على المخاطر الخفية وإصلاح المنازل المتضررة. أما في أوروبا وتحديدا في إسبانيا فأدت الأمطار الغزيرة إلى مصرع العديد من الأشخاص وفقدان آخرين فضلا عن أضرار جسيمة وفيضانات. وتأثرت مدريد وتوليدو بشكل خاص حيث دخلت مياه الفيضانات إلى داخل عربة مترو الأنفاق وأثرت قلق الركاب. وتوقفت الخدمة في عدة خطوط لمترو مدريد بسبب تراكم المياه بسبب الأمطار، وأدى انقطاع أكثر من خط لإغلاق الخدمة. كما حدثت تعقيدات كبيرة في سير قطارات المسافات المتوسطة والطويلة بسبب الفيضانات التي شهدتها مناطق مختلفة من المنطقة. كما ضربت عواصف شديدة اليونان وتركيا وبلغاريا المجاورة ما تسبب في فيضانات عارمة أدت إلى مقتل عدة أشخاص. ففي اليونان حظرت الشرطة حركة المرور في بلدة فولوس بوسط البلاد ومنطقة بيلوليون الجبلية القريبة وجزيرة إسكياثوس السياحية.